السلام عليكم. عمر بن الخطاب ايا هبين ميرتوك سومري مقالة مدينة وحانا او يمدين ايين ونشددك ايا حال كودا وحانا او مغلينا ايهو يديد او وضهد ليا او يسهيا هو يدو حايين انتكو عدادين ايسي انا عانها بيوكو برحدوسي ايو بطان او ايرورتا اوغو ايبقالان او ينبذان ايوغا ايبيان انا انتينا وحاي لهايد هو يو امير كمؤمنين تا ايا عمر فعلا ذنو عانا او ممنوعي او الديدي اي نقدا هو يدي ايا مركا كتلين انتي هو يو امير كمؤمنين تا ايا عمر انا معركا ايو كدر او كوبادي عانها بيها مركا سين انتي اوغو شوابتي هو يو انتا انا امير كمؤمنين تا ايا عمر ددك الدحدو ذا كواد ديعو مركا انقاركا هي عاسي ما يو هدي انا عمر انا اركا انا ربiga عمر ayaa ina arkaya waxa soo dhahana عمر uu maqlayay gurigi ayaa calaamad sadeen عمر iyo wiilkii uu adeegayay ee aslama subaxi ayuuna soo indheendheeyay wiilkii waxana uu soo ogaaday inay yihiin inan iyo hooyadeed aan oday lahayn inantuna ay gashaanti tahay markaas uu isugu yeeray عمر ubadkiisa oo ku yiri inanta noocaas ayaan u guuriya عاصم ابن عمر ayaana ogolaaday uuna u doonay gabadhaas dhowrsan ee iimaanka lihi waxa ay ahay Ummu Ammar bint Sufyan al-Thaqafiyya waxana ay noqotay xaaska Caasim ibn Umar ibn al-Khattab inantii ay u dhashay Caasim ayadna loo oran jiray Ummu Caasim waxa guursaday Cabdul Aziz ibn Marwan oo kamid ahaa qoyskii Amawiga waxana ay u dhashay Umar ibn Cabdul Aziz khaliifkii ugu cadaalisnaa ee caalamka Islaamka soo maray kadib 4 khulafa ar-Raashidiin taaha خليفك وإسلام كوبيلا هدى كرداتو عمر بن عبد العزيز أياك من نغضي دورية دي ننتاس لورسانة شرفت لك تفيرانتي سيداو عمر بن الخطاب لفتي سويري ورهقاتشي غلبية دي نئي وحايدين دهسون إلهي أيها قاتشينا ينرشي نئي موقالكي نقودة هداي نكرب أي نعب سيدا إلهي أو إيمان بوحاي نولن مادنو وحي نقالي ناهيرك يدرجدو إلهي سبحانه وتعالى ينوغو بيامي قرآن كريمكا أئوين يري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك إلهي كعب صدا لبك استئيار انكستو سوى جهب وحوق السمين يا فرج وحنو كيرساق يا ميل آن وكبف لنين قفك إلهي تلسارتني إلهي وكفلين يا هي إلهي سردبوق عب صدا إلهينا تلسارتو سلبوا منا ويدن كفلين يهيه والسلام عليكم.